السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم عزيزي المستهلك. اليوم حلقتنا الأخيرة راح نتكلم فيها عن المكونات والبطاقة الغذائية. يمكن أن تكون قراءة الملصقات صعبة لبعض الناس، تعتبر لوحة الملصقات الطعام معقدة، مما يجعل من الصعب على المستهلكين فهمها. هذا يجعل من الصعب على المستهلكين اختيار الخيارات الصحيحة دون فحص شامل لقائمة كذلك المكونات. تعالوا وياي نتعرف على تقدير أحجام الحصص. تعتبر أكواب ومعالق القياس أدوات رائعة للتأكد من أن حصتك هي نفس حصة أو الحجم الحصة المناسبة. ومع ذلك فإن هذه الأدوات ليست متاحة دائما عندما تستعد لتناول الطعام. هناك طريقة أخرى ممكن أنك تقدر فيها حصتك اليومية. تعالوا نشوفها. حفنة الإيد تقاس بمغرفة أو نصف كوب، وهو مقياس مثالي لكافة الحبوب مثل المكرونة والأرز ودقيق الشوفان. مجموعة أوراق اللعب أو راحة الإيد تقاس حوالي 3 أونس، وهو حجم مناسب للأسماك والدجاج ولحم البقر واللحوم الأخرى. حجم الإبهام يقاس حوالي ملعقة كبيرة طعام. حجم الحصة مناسب مثلا لزبدة الفول السوداني وغيرها من زبدة المكسرات للدهن. الجزء الأعلى من السبابة يقيس حوالي 1 ملعقة صغيرة. حجم الجزء مناسب للزيوت والدهون الأخرى. تعالوا نتكلم عن قائمة المكونات. يتم سرد المكونات المنتج حسب الكمية من الأعلى إلى الأقل. هذا يعني أن المكون الأول هو الأكثر استخداما في هذه المنتج. بالإضافة لذلك تشير قائمة المكونات التي تزيد عن سطرين أو 3 سطور أو أكثر إن هذا المنتج تمت معالجته بدرجة عالية. كذلك تعالوا نتعرف على أنواع السكر ومسميات السكر الموجودة. لها أسماء كثيرة لا تحصر، لذلك لتجنب استهلاك الكثير من السكر عن طريق الخطأ يجب قراءة المكونات والأسامي المدرجة. نتعرف عليها مثل سكر البنجر، سكر البني، سكر الزبدة، سكر الذهبي، السكر الناعم، والسكر العضوي الخام. كذلك أنواع من الشراب، شراب الخروب، شراب الذهبي، شراب الذرة عالي الفركتوز، شراب الشعير، شراب القيقب، شراب الشوفان، شراب الأرز. كذلك هناك مضافات أخرى مثل دبس السكر، بلورات العصير، بلورات الفركتوز، الدكسترين، المالتودكسترين، الجلاكتوز، السكرين. كل هذه مسميات للسكر. من المكونات أيضا يمكن أن تؤدي تناول نوع شائع من المضافات الغذائية تسمى المستحلبات، تؤدي إلى أضرار للميكروبيوم البكتيريا النافعة في الأمعاء. على سبيل المثال عندنا مستحلب الليسيثين الصويا، أو مستحلب 322، أو استيراد أحادي جليسريد الأحماض الدهنية. الألوان الصناعية هي بالأساس مزيج من أصباغ صناعية تمت الموافقة عليها من قبل السلطات الغذائية. تشمل أنواع عدة مثل الأزرق 1، الأخضر 3، الأزرق 2، الأحمر 3، الأحمر 40، والأصفر 6. قد تسبب بعض أصباغ الطعام الصناعية خاصة الأزرق 1 والأزرق 40 والأحمر 40 ردة فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. تعالوا الحين نتكلم عن البطاقة الغذائية. راقب فيها أحجام التقديم. توضح الملصقات الغذائية عدد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الموجودة في الكمية المقدمة أو المقاسة. ومع ذلك فإن أحجام الحصص هذه غالبا ما تكون أصغر بكثير مما يستهلك الناس في الجلسة الواحدة. على سبيل المثال
قد تكون الحصة الواحدة المقترحة عبارة عن قطعة بسكويت أو نصف لوحة من الشوكولاتة أو يكون بسكوت كامل واحد. كثير من الناس غير مدركين لمخطط حجم الحصة بافتراض أن الحاوية بأكملها عبارة عن حصة واحدة، بينما في الحقيقة قد تكون من حصتين أو ثلاث أو أكثر، كما تظهر على البطاقة الغذائية كمية الدهون المتوفرة في الحصة الواحدة. طبعا مثل ما نعرف احنا الدهون تبنى بالطاقة، لكن احنا لازم نعرف ان تكون 10% من السعرات الحرارية المتناولة في اليوم. كذلك لازم ناخذ ببالنا كمية الدهون المتحولة الموجودة في البطاقة الغذائية. ايضا راح نشوف على البطاقة الغذائية كمية الكوليسترول. طبعا الكوليسترول مفيد لفيتامين د وبعض الهرمونات وبعض المواد الاخرى اللي في الجسم. يجب ان نعرف انه لا تتجاوز 300 ملي جرام في اليوم، هو احد مكونات الملح وراح نشوفه على البطاقة الغذائية. لذلك يجب اختيار المنتج اللي يحتوي على 300 ملي جرام او اقل من الصوديوم في الحصة الواحدة. ايضا من البطاقة الغذائية راح نشوف الكربوهيدرات. طبعا الكربوهيدرات مقسمة الى الالياف والسكر. راح نشوف هناك على البطاقة ان السكر مفصول لوحده. توصل الإرشادات الغذائية لعام 2015 و2020 الأمريكية باستهلاك عن لا يزيد 10% من السعرات الحرارية اليومية من السكر المضاف. كذلك من العناصر الغذائية المدرجة على البطاقة الغذائية هي البروتين. نعرف أن البروتين مفيد للعضلات والجلد والجهاز المناعي، لذلك نحرص على اختيار المنتجات العالية في مستواها من البروتين. كذلك راح نشوف في الأسفل البطاقة الغذائية الفيتامينات والمعادن. طبعا هذه لازم نحرص انها تكون في مستوياتها الاعلى في المنتج. تعالوا نتعرف على كيفية معرفة مواصفات المنتج من الملصق. تقاس الدهون عادة بالجرام. من القواعد الأساسية الجيدة للحفاظ على 30% من السعرات الحرارية المتناولة من الدهون. المنتج منخفض بالكوليسترول يكون 20 ملي جرام أو أقل و2 جرام أو أقل من الدهون المشبعة في الوجبة الواحدة. لو قلنا هذا المنتج خالي من الدهون أو خالي من السكر يكون يحتوي على جرام واحد أو أقل منهم. الصوديوم إذا قلنا إحنا منخفض في الصوديوم يكون 140 ملي جرام أو أقل في الحصة الواحدة. كذلك لو عرفنا بالنسبة للنسبة المئوية الموجودة على الملصق، خذها قاعدة ان اذا كان من 20 او 25 فما فوق ان هذا المنتج عالي بالنسب هذه المواد الغذائية. من 10 الى 15% يكون متوسط في هذه المواد الغذائية. من 5% او اقل يكون منخفض في هذه المواد الغذائية. كذلك من الادعاءات غير مضاف له السكر، لكن في الحقيقة هناك سكريات صناعية. من الادعاءات المكتوبة كذلك على العلبة يكون فيها مكتوب عليها عضوي أو طبيعي. يجب أن نتحقق من مصادر المواد الغذائية الداخلة في تصنيع هذا المنتج. كذلك من الادعاءات المنكهة بالفواكه الطبيعية أو المنكهات الطبيعية، لذلك يجب أن نعرف أن هذا المنتج يكون أحياناً ليس يحتوي على أي فاكهة ولكن مواد مصنعة. أعزائي المشاهدين، تعالوا نلخص حلقتنا اليوم لعدة نصائح. أفضل طريقة لتجنب تضليل ملصقات المنتجات هي تجنب الأطعمة المصنعة تماما، فالطعام الكامل لا يحتاج إلى قائمة مكونات. تذكر أنه يتم سرد المكونات بالترتيب التنازلي حسب الوزن، يتم سرد تلك الكميات الأكبر أولا. هناك أسماء عديدة للسكر المضاف، حاول تجنبها. ابدأ دائما بكمية حجم الحصة، ذلك لأن جميع المعلومات الموجودة على الملصق من السعرات الحرارية إلى الفيتامينات والمعادن تعتمد على هذه الكمية. تأكد من مراجعة قائمة المكونات. إذا ظهرت كلمة مهدرج في أي مكان على الملصق فإنها تحتوي على الدهون المتحولة. يمكن أن تكون معلومات القيمة اليومية المئوية معقدة،
لكن هو الشيء الوحيد الذي يسهل عليك إظهار أن هذا الطعام إذا كان مرتفع أو منخفض في العناصر الغذائية. لا يمكن للمنسقات الغذائية على الأطعمة أن تخبرك بالأطعمة التي يجب تناولها، هذا هو قرارك، لكن يمكنهم هذه البطاقة الغذائية أن تساعدك في العثور على الأطعمة ذات مذاق جيد وتعالج جسمك بشكل صحيح. أعزائي المشاهدين، كانت هذه آخر حلقة لنا في البرنامج، وأتمنى أنكم استفدتم من كل الحلقات السابقة، وأتمنى أن أشوفكم في برامج أخرى.